للقدوم لكون في سفاء مارد له ينفدار بسهراء مسغة رب الشيء في انفداء شيخ تيجان شمارج لعيا بدار بسهراء مسقتي رب في شيء في انفداء شمارج لعيا بدار بسهراء مسقتي رب في شيء في انفداء شيخ تيجان مولد القدم هو مناش تجلى سيدا طائرا ومزكا شيخ تيجان وتربى بيننا بين نجيبا مرقة العيش تضع أبا شيخ تيجان غايب نفسي وقتي علي أديبا حسن سقط بدون عين جفاء شيخ تيجان حافظ الذكر والتصاب إهامنا عن شيوخ من دونهم كرماء شيخ تيجان ثم تلقت نفس الإمام بالعلم يا لها إمة العليا شيخ تيجان وروى المكروك بعد علومنا ثم ربي أعطى له ما يشاء شيخ تيجان هذا شيخي بحور كل علومنا قال أنت كشعب العلماء شيخ تيجان عالم معقول العلوم ومنطور لن ويبدي في قلبه أدواء شيخ تيجان عالم مقول العلوم ومنقول لن ويبدي في قلبه أدواء شيخ تيجان شاقلا نفسه البتالات مولان ناشطا بالعبادة أداء شيخ تيجان وويرنا فريد وبعاد تفاوتات زماء منشرا سنة الرسول بخربنا بعد أن ختم دعاه قدماء شيخ تيجان وهو يرى مقام كل فريد وبعاد تفاوت السماء منذرا سنة الرسول بخرب بعد أن قدم دعاه قدماء شيخ تيجان بعد أن لما أتى أو باء شيخ تيجان وتوى والد الإمام لسيتين بعد أن لما أتى أو باء أنجب غير السيد شم ماتوا ليس مرأة ومرأة قيداء شيخ تيجان أما أكن شيخ تيجان أما أكن جلاء شيخ لفاسنا خلد علم العديش نعم الجلاء شيخ تيجان أما أكن جلاء شيخ لفاسنا خلد علم العديش نعم الجلاء شيخ تيجان كان لشيخ من كرامات قوم غائرات دعوت بها سلمى شيخ تيجان
الإمام أجر من يعطينا يتيب البلقاء الشيخ قجاد من وان كان تابعا نجادين ليس عنه يقيم وهو شراء الشيخ قجاد من وان كان مالك الخلق خافرا أسمع فيه